بدنا ثورة بدنا ثورة بدنا ثورة لأنه ما عندنا دولة تطالب بحقنا. نحن رح ننزل ونطالب بحقنا، ما حننطر هيك كل البنك يعطينا بالتقسيط بالتقسيط. هيدا منه حل، عم بيلعبوا بالعالم، عم بيلعبوا بالدولار، عم بيطلعوا الدولار وينزلوا الدولار، عم بيزلوا الشعب اللبناني. كل العالم معها دولارات، الغريب معهم دولارات عايشين، الشعب اللبناني ما معه دولارات، ما معه عيشه. من وين بدهم يعيشوا اذا بيقبض الاب اللبناني والاهل بيقبضوا بلبنان؟ صوتة المدارس بالدولار، القلم بالدولار، الدفتر بالدولار، شو بيعمل الزلمه؟ وين الحكومه؟ وين الدوله؟ على شو انتخبتوهم؟ على شو اعطيتوهم اصوات للحراميه؟